السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، صباحكم قطر، صباحكم قطر اللي حاليا تتمتع بالجو البارد واللي أمس أمطرت أمطار الخير، الله إن شاء الله يجعلها عليكم خير وبركة، ونستغل هذه الفترة أن ندعي لبعض وإن شاء الله ندعي لقطر دائما بالأمن والأمان، والله يحفظكم إن شاء الله ويحفظ قطرنا دائما. صباح الخير شوك. يسعد صباحك أكيد، ومشاهدينا أسعد الله صباحكم وين ما كنتم تتابعونا، نطل ونتواصل معاكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج في الضحى. فعلا على طاري الاستعدادات نقول فعلا دولة قطر اليوم قاعد نشوفها تستعد على قدم وساق من أجل أكيد الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، الكل مستعد لهذا اليوم من خلال فعاليات الاحتفالات اللي قاعدين يسوونها، وصباحنا أكيد راح يبتدي معاكم مشاهدينا لكن من بورصة قطر، فخلنا نشوف التوقعات لهذا اليوم شان راح تكون، لكن مع زميلنا مروان أبو شنب. أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحكم زملاء شوق ونايف، ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية المباشرة لتداولات البورصة القطرية قبيل افتتاح جلسة التداول بحوالي 3 دقائق. نبدأ بالإعلانات وآخر البيانات والإفصاحات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة القطرية عن نتائج أعمالها عن العام 2016، ونبدأ بشركة السلام، ونتمنى اليوم أن يكون لهذه النتائج أيضا تأثيرات على أداء الأسهم باعتبار أنه النتائج كانت جيدة. نبدأ بالسلام اليوم التي أعلنت عن طبعا شركة السلام التي تعمل في العديد من الأنشطة كما نعلم، أهمها هي التطوير العقاري والمقاولات وتجارة التجزئة والاستثمار. أرباح ارتفعت إلى 114,200,000 ريال، بالعائد على السهم كان ريال واحد، وفي نهاية العام 2016 مقارنة بأرباح قدرها 113,100,000 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. العائد على السهم كان طبعا أو سيكون المقترح حوالي 80 درهما للسهم الواحد. أيضا لدينا بالنسبة لبيانات شركة مسيعيد القابضة، أعلنت طبعا عن نتائجها خلال العام 2016، حيث بلغت في العام نهاية العام 964,600,000 ريال، في مقابل صافي ربح بلغ حوالي 1,087,000,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبق. العائد على السهم كان 79 درهما في مقابل 87 لنفس الفترة من العام الماضي. مجلس الإدارة أوصى بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 من ديسمبر من العام 2016 بمبلغ وقدره 754,000,000 ريال، وهو ما يعادل 60 درهما للسهم. طبعا في تحليل ميزانية الشركة وما حصل من أرباح وتراجع في مجمل الأرباح، انخفض مجمل إيرادات مسعيد في العام 2016 بنسبة فقط 28% إلى 922,200,000 ريال، منها 900,000,000 ريال من حصة من أرباح مشاريع مشتركة، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض أسعار المنتجات، وارتفعت
المصاريف بنحو نصف مليون ريال إلى 17 مليون و300 ألف ريال، وبالنتيجة انخفض ربح السنة بنسبة فاقت 8.3% إلى حوالي 905 ملايين ريال، وحصلت أيضا الشركة على مستردات ضريبية بقيمة قاربت 90 مليون ريال. في هذه اللحظات مشاهدي الكرام تفتتح إذن كما نتابع جلسة التداول في البورصة القطرية، كما نتابع المؤشر العام عند مستويات 10591 نقطة مع انخفاضات ب 18 نقطة في هذه اللحظات. ومجمل التداولات يعني من المبكر الحديث عنها، لكن تسجل حتى اللحظة حوالي 5 ملايين ريال. الخليج الدولية كانت في صدارة الشركات المنخفضة في هذه اللحظات عند 26 ريال ونصف الريال بنسبة انخفاض. طبعا الخليج الدولية أعلنت عن نتائجها، سأتي إليها، متأثرة اليوم بالنتائج المالية 7% وأكثر من ذلك نسبة الانخفاض بالنسبة للخليج الدولية. بنك قطر الوطني نسبة انخفاض ب4% ويسجل 143 ريال في آخر صفقة. المناعي 82 ريال مع نسبة انخفاضات تسجل في هذه اللحظة عند 2.5%. الدوحة بنك الدوحة 36 ريال و30 درهما مع حوالي 1% انخفاضات. والمصرف الإسلامي يسجل أيضا انخفاضات عند 106 ريالات و60 درهما مع انخفاضات فاقت 0.5%. أريد الشركة ثلاث شركات مرتفعة حتى اللحظة، أولها أريد عند 108 ريالات و80 درهما مع نسبة ارتفاع فاقت 3%. الخليجي البنك الخليجي 16 ريال 49 درهم مع ارتفاعات تقترب من 3%. وشركة السلام عند 12 ريال مع انخفاض ارتفاعات بحوالي 2%. وكما ذكرنا هناك شركات تراجعت نمو أرباحها، يبدو أنه أيضا التوزيعات لم تلقى إعجاب المستثمرين، لاحظنا تأثيرات بانخفاضات وعلى رأسها اليوم الخليج الدولية. وشركات أخرى أعلنت عن نتائج جيدة تفاعل معها المستثمرون إيجابا هي شركة السلام. سنأتي في الإطلالة الثانية إن شاء الله على تفاصيل الخليج الدولية وموضوع التوزيعات وكيف أثر على أداء السهم، كونوا معنا إن شاء الله. الآن نعود إلى الزملاء شوق ونايف في برنامج في الضحى، إليكم الزملاء. شكرا لك الزميل مروان أبو شنب، أكيد يعطيك العافية، وإن شاء الله راح تكون لنا عودة من جديد وراح نناقش أيضا التطورات اللي قاعد تكون حاصلة خلال الفترة الزمنية، ونأمل إن شاء الله مع الرجعة الأسهم الحمراء تكون انتقلت إلى خضراء وتكون اليوم أيضا نبتدي فيه بإيجابية. أكيد دائما إحنا نقولها أن الموضوع تدريجي، فإحنا نصبر ونطول بالنا وإن شاء الله نشوف كل الأمور الطيبة في حياتنا وفي أيامنا، خاصة بداية اليوم إذا كان في عثرة بسيطة هذا مش معناته أن باقي اليوم راح يكون سيء، لا أكيد أن في أشياء أجمل وأجمل، وراح نشوف الحين أشياء أجمل وأجمل تفتح النفس على الصبح وتخلي الواحد يعرف يبدأ وهو عنده هدف أن دولة قطر بإذن الله تكون أفضل وأفضل دائما وأبدا. سكنة فين وفي تشد حتى غلا وقلبي وعيني اللي فيني شيء أكبر من غلا نفسه والغلب قلبي غرابك يا عناويني سكنة في تغلات سكنة
لك يا قطر، فعلا أجمل شيء الواحد يبتدي في يومه يبتدي في صباحه هذه المناظر الجميلة من دولتنا الحبيبة دولة قطر. وأيضا من الأشياء الجميلة اللي واحد يبتدي فيها يومه أنه يشوف آخر الأخبار سواء كانت على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي، طبعا أكيد من خلال الصحف والمجلات. فخليكم معنا. أول أخبارنا مشاهدينا الكرام راح يكون من جريدة العرب، ويتحدث الخبر عن تحديد مدرستين للاحتفال باليوم الرياضي للدولة. فطالبت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر تعميم وصل إلى المدارس على مستوى الدولة بالاستعداد للاحتفال والمشاركة في اليوم الرياضي للدولة والموافق 14 فبراير الجاري. وطالبت الوزارة بفتح مراكز الاحتفال أمام الطلاب، وذلك من خلال المراكز المخصصة للبنات وهو مركز مدرسة أمنة محمود الجيدة الابتدائية المستقلة للبنات، وكذلك المركز الخاص بالبنين وهو مركز مدرسة طارق بن زياد الثانوية المستقلة للبنين. وعلى الجانب الآخر، فقد أصدرت السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية تعميما لأصحاب التراخيص ومديري المدارس بخصوص المشاركة في البرنامج الأولمبي المدرسي للعام الجاري في نسخته العاشرة، مطالبة مديري المدارس بتسهيل خروج ممثل عن قسم التربية البدنية للمشاركة في حضور الاجتماع الأول للبرنامج الأولمبي المدرسي، وذلك يوم الخميس القادم بمقر الوزارة. شوفي التعاون بين وزارة التعليم وكذلك بين وزارة الشباب الرياضة الثقافة والرياضة عفوا، يعني الموضوع في هذا اليوم تكاملي، الجميع لازم يمارس مش الرياضة، لا يمارس أسلوب الحياة هذا والاعتياد عليه أكثر وأكثر والانتظام في مثل هذه الأمور. وأكيد الانتظام هذا راح يبدأ إن شاء الله من الأجيال القادمة، من أبنائنا لازم أنهم يتعودون على مثل نظام الحياة هذا. وأنا صراحة أحيي وزارة التعليم والتعليم العالي على مثل هذه الخطوات والتعميم اللي يكون في وقته والمناسب. طبعا أكيد يعطيهم العافية، نوجه لهم رسالة تحية والشكر دائما، أهما في نفس هذه الأمور ويكونون حاضرين وموجودين ومستعدين. فجميل أيضا لما احنا قاعدين نشوف أن هناك يكون أيضا في شراكة مجتمعية للكل من أجل أكيد أنهم يحافظون على هذا اليوم، مش فقط نفس ما ذكرنا يوم واحد، بالعكس يكون حياة صحية للأبد. ننتقل معاكم مشاهدينا إلى جريدة الوطن وآلية جديدة لاستيراد اللحوم والدواجن. أقرت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية في اجتماعها الأخير الآلية الجديدة الخاصة باستيراد اللحوم الحمراء واللحوم الدواجن ومنتجاتها البيض، والتي طبعا سيتم اعتبارها أو اعتمادها من تاريخ 1 مارس 2017. تتضمن الآلية الجديدة إلزام المستوردين بالحصول على تصريح استيراد مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة قبل استيراد أي إرسالية لحوم ماشية مبردة مجمدة أو حتى مصنعة بأنواعها المختلفة، أو أي إرسالية لحوم دواجن أو بيض أو منتجات اللحوم الدواجن غير المعاملة حراريا. تهدف الآلية الجديدة إلى تعزيز متطلبات سلامة اللحوم المستوردة وتسهيل حركة التجارة، حيث يتم من خلالها إصدار تصاريح استيراد تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي للدول الموردة وإيجاد مرجعية واحدة للتثبيت من الوضع الوبائي الخاص بالصحة الحيوانية في بلد المنشأ قبل الاستيراد. دائما احنا قاعدين نشوف نفس هذه الأخبار طبعا سواء في الصحف سواء أيضا من خلال برنامج في الضحان، الاهتمام مشدد على نفس هذه النواحي. يعني أكيد هذا إنجاج أنه فعلا كمؤسسات كوزارات دائما هي حريصة وتهتم بالمقام الأول بخدمة المجتمع وصحته. بالتأكيد الصحة هي في المقام الأول، الاهتمام من خلال الأطعمة اللي احنا قاعدين نستخدمها بشكل بالنسبة يمكن للبيض بشكل يومي، لكن بالنسبة للحوم شبه يومي، يعني هذا الاهتمام أكيد في محله. وأكيد تحياتنا لوزارة الصحة. احنا دائما يمكن الناس يقولون ليش انتم تحطون الاخبار الزينه بس ما تحطون الاخبار مثلا اللي تكون فيها اشياء سلبيه، احنا من صباح الخير نحط الاشياء اللي فعلا تفتح النفس، الاشياء اللي فعلا تستحق الذكر، وهذه الاشياء الايجابيه هي اللي فعلا تستحق الذكر. فاكيد نكرر التحيه لوزاره الصحه والله يعطيهم العافيه. وننتقل الى خبر من الرايه، شهاده اعتماد التعليم الطبي للمستشفى الاهلي.
حصل المستشفى الأهلي مؤخرا على شهادة الاعتماد من المجلس القطري للتخصصات الصحية كمزود لأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لمختلف المهن الصحية. ومن جهته قال السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي أن المستشفى الأهلي أثبتت قدراتها من الناحية التطويرية من خلال حصولها على شهادة الاعتماد التي حصلت عليها من وزارة الصحة بعد أن حققت الشروط المطلوبة منها لكي تبدأ التطوير المهني لموظفيها، والذي هو عبارة عن عملية تطوير المعارف والمهارات فضلا عن تطوير المهارات الفردية أو مهارات الفرد الشخصية المطلوبة لتنفيذ المسؤولية المهنية والإدارية الناجحة في الحياة المهنية. ويشمل هذا البرنامج التطويري الطاقم الطبي والتمريضي من خلال عمل محاضرات تطويرية وورش تعليمية. التكامل هذا أنسب كلمة لهذا الخبر لما نتكلم عن المستشفى الأهلي أو المستشفى العمادي أو أي مستشفيات أخرى موجودة، والحصول على مثل هذه التراخيص أو هذه الاعتمادات من وزارة الصحة فجميعها إن شاء الله راح تكون في خدمة المواطن والمقيم على دولة قطر. أكيد طبعا يعطيهم العافية، وجميل لما احنا فعلا قاعد نشوف هذه الأخبار الإيجابية في بداية الصباح، أساس دائما نكون احنا أيضا في مزاج إيجابي بإذن الله. قاعد نشوف ما شاء الله أخبارنا دائما جميلة، والحين راح ننتقل إلى جريدة الشرق. تطبيق مهاراتي على طلاب المدارس الإعدادية والثانوية قريبا. كشفت السيدة مريم علي النصب البعينين مديرة مشروع مهاراتي بوزارة التعليم والتعليم العالي عن أن المشروع استفاد من 12389 طالبا وطالبة و813 معلمة ومنسقة من المدارس النموذجية والابتدائية للبنات. وأشارت إلى أن المشروع تم تطبيقه على 18 مدرسة ابتدائية نموذجية للبنات، مؤكدة أن هناك خطة لتطبيقه على مدارس الإعدادي والثانوي الفترة القادمة. كما وقالت السيدة أن المشروع ساهم في ارتفاع مستوى أداء الطلاب في السنة الأولى للمشروع بمقدار 20% في المهارات اللغوية الحسابية للعام الأكاديمي 2015-2016. اليوم لما نتكلم عن أنه هو تم تطبيقه واستفاد منه تقريبا 12 ألف وأكثر طبعا من الطلاب، وتمت الاستفادة بنسبة 20%، أتوقع هذه النسبة كبيرة أن هذه كانت تكون في أولى خطواته، وإن شاء الله طبعا في المراحل الجاية والخطوات الجاية أكثر تكون الاستفادة أكبر، شريحة الطلاب والمدرسات أيضا يستفادون من هذه اللي نقدر نقول فعلا الخدمة المميزة. فيعطيهم العافية، ودائما احنا كدولة قطر طلاب طالبات مدرسين دائما نطمع على نفس هذه المشاريع تكون موجودة وبكثرة. يعني الله يقويهم، ما شاء الله اليوم اخبارنا ما بين التعليم والصحه، يعني ماخذين الصداره. راح ننتقل الى خبر عالمي من رويترز، وهو يقول كره القدم قد تؤدي الى الارتجاج. فتقول دراسه جديده ان تعمد ضرب كره القدم بالراس قد يؤدي الى اعراض ارتجاج في المخ، على الرغم من ان الابحاث تشير الى ان تلك المشاكل تنجم اساسا عن تعرض الرأس للضربة بطريقة الصدفة. وعلى الرغم من أن لاعبي كرة القدم الهواة معرضون لخطر متزايد بالإصابة بأعراض تشبه الارتجاج نتيجة الاصطدام ببعضهم وبأشياء أخرى، فإنهم معرضون أيضا لخطر متزايد مثل الأعراض إذا استخدموا رأسهم كثيرا لضرب الكرة. ولكن الدراسة الجديدة لا تستطيع أن تقول أن ضرب الكرة بالرأس يؤدي إلى إلحاق ضرر بالدماغ أو مشكلات أخرى في المستقبل. وأشارت أبحاث أجريت في الآونة الأخيرة إلى أن الأعراض التي تشبه الارتجاج بين لاعبي كرة القدم الصغار تنجم عن التصادم غير المقصود وليس ضرب الكرة بالرأس. الخبر ينافس نفسه ما بين أن كرة القدم وضربها بالرأس فعلا ممكن أن يؤدي إلى ارتجاج أو الحاق الضرر باللاعب، والجانب الثاني أنه ممكن الاصطدام بطريق الصدفة هو اللي فعلا يسبب مثل هذه المشكلة. ولكن الخبر بشكل عالمي ممكن ينقسم لكرة القدم العالية العادية اللي احنا نعرفها، وبين كرة القدم الأمريكية اللي هي أساليبها مختلفة كذلك، اللي هو تعتمد على الاحتكاك الأكبر والاصطدام ما بين بعضهم بعض. فأنا أشوف أن لو بناخذها بأنها كرة القدم العادية فإحنا نقول أن اللعب بالطريقة المثالية والابتعاد عن
الخشونة في اللعب، يعني أساسا الرياضة لو احنا نبذل فيها مجهود أكثر من اللازم فبالتأكيد أن جسمنا راح يتضرر أكثر من أنه راح ينتفع في مثل هذه الأشياء. يعني دائما نقول في نكون في الوسط في الاعتدال. في الاعتدال راح يكون مناسب إن شاء الله، وإذا يعني ما نقول نضرب الكرة شوي شوي، لا أكيد يعني إذا قدام الجول وتضربه بالراس توكل على الله سجل. إن شاء الله. طبعا أكيد مشاهدينا بعد هذا الخبر نقول نقدر وصلنا إلى ختام نقدر نقول فقرتنا بما طبعا يتعلق بالأخبار المحلية والعالمية، أكيد العديد من الأمور رح نتطرق لها لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وتحية لكل من انضم لنا أكيد خلال هذه الدقائق وخلال هذه الساعة لمشاهدة ومتابعة برنامج في الضحى. ودائما نقول صباح السعادة وصباح دولة تستعد أكيد كلها مؤسسات وجمعيات عامة سواء كانت أو خاصة في قطر للاحتفال باليوم الرياضي واللي يهدف إلى تكريس مفاهيم الرياضة المجتمعية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الأنشطة الرياضية المختلفة. اليوم رح نتحدث عن استعداد وفعاليات جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك خلال اليوم الرياضي مع ضيوفنا السيد محمد سالم مسؤول قسم المتطوعين في وياك والآنسة سلسبيل زايد متطوعة في الجمعية. أسعد الله صباحكم صباح الاجتهاد وصباح الاستعدادات إن شاء الله، يعطيكم العافية. أسعد الله صباحكم. صباحكم خير إن شاء الله. عاد ما شاء الله جمعية أصدقاء الصحة النفسية كل يوم رياضي موجودين وماسكين شاطئ كتارة وفعالياتكم موجودة، يمكن الناس يبون يعرفون شو الرابط بين وياك ويوم الرياضي، يعني هل في رابط مباشر علشان بس نفهم في البداية؟ أول شيء سعد صباحكم وصباح المشاهدين. بالنسبة للرابط ما بين الرياضة والصحة النفسية هذا السؤال أنا أخليه لأختنا سلسبيل إن هي بتجاوبه، وأنا خلنا في الأسئلة في الفعالية نفسها إذا تحب نشرحها. توكل على الله سلسبيل. الله يعطيكم العافية ويسعد صباح جميع المشاهدين. الرابط المشترك بين جمعية أصدقاء الصحة النفسية وفعاليات اليوم الرياضي رابط جدا كبير. ليش؟ لأن جمعية أصدقاء الصحة النفسية في رؤيتها قاعدة تسعى دائما إلى الرعاية الصحية النفسية للأفراد في المجتمع، فبالتالي إذا كان الإنسان صحيح جسديا فبالتالي صحته النفسية راح تكون إن شاء الله جيدة والعكس. فتسعى دائما الجمعية لتحقيق هالرؤية، الاهتمام بالصحة النفسية أيضا مقرونة بالصحة الجسدية، فالمشاركة راح تكون أكيد في فعاليات كثير راح يتكلم عنها محمد وبعدها إن شاء الله راح نتكلم عن أهمية الرياضة بشكل تفصيلي بالنسبة لصحة الإنسان. من شو الرياضة الصبح إذا الواحد يسويها شيء صحته تكون أوكي ودائما مزاجه يكون تمام؟ صحيح طبعا، هاي أكيد إحنا أكيد هذا شيء نتفق عليه، والدليل فعلا لما قاعد نشوف إحنا أصلا كدولة أصلا كاملة قاعد تستعد لهذا اليوم وإنه يكون إن شاء الله نمط حياة صحي، ولازم الواحد يبتدي دائما بابتسامة وبرياضة أكيد إن شاء الله. فعلى هذا التاريخ خلينا نشوف الحين معكم ومع مشاهدينا هذا التقرير اللي أيضا يتعلق في الجمعية ولنا عودة نستكمل حديثنا معهم. جمعية قطرية أهلية تطوعية تسعى لتحقيق أقصى درجات الصحة النفسية بالمجتمع المحلي والعربي من خلال استخدام أساليب التوعية المختلفة. أخ
أخذت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك على عاتقها مهاماً مجتمعية عدة، منها رفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان المرتبطة بذلك، إضافة لتنظيم مؤتمرات ودورات وورش عمل والعديد من المساهمات الأخرى التي تصب في مصلحة الصحة النفسية. تعمل الجمعية على اعتماد برامج وأنشطة غير تقليدية واستخدام أساليب مبتكرة من شأنها أن تجعل من وياك نموذجاً رياديًا بين مؤسسات المجتمع المدني في مجالات دعم الصحة النفسية في دولة قطر. عودة لكم مشاهدين، أكيد من بعد ما شفنا هذا التقرير وراح نتواصل أكيد في الحديث عن هذا الموضوع. أخوي محمد، نقدر نقول فعلا ما بقت إلا أيام قليلة تفصلنا عن اليوم الرياضي، لو نذكر حق المشاهدين استعداداتكم الفعاليات اللي محضرينها. طبعا في البداية نفس ما قال أخوي نايف، كل يوم رياضي لنا مشاركة في أكثر من فقرة. يمكن السنة اللي فاتت سوينا سباق القدرة والتحمل تذكرون، وقبلها كان لفة قطر كاملة بسياكل. هذه السنة غيرنا، السنة هذه طبعا قسمنا اليوم الرياضي إلى ثلاث فقرات أو ثلاث برامج. البرنامج الأول برنامج صامل، برنامج صامل هي عبارة عن مسيرة تنطلق من الشمال من مدينة الرويس إلى كتارة، موقعنا في كتارة. هذه الفعالية طبعا هذا البرنامج خلينا له ثلاث أيام، المسافة يمكن أقل من ثلاث أيام تقدر تأخذها، حتى لو أخذت منك 100-120 كيلو 130 كيلو. فكرتنا مو بالمسافة، مو بالتعب، احنا عندنا رسالة نبي نقدمها، عندنا أهمة. سمينا هذه الفعالية أو البرنامج برنامج صامل. طبعا برنامج كلمة صامل كلمة من موروثنا الشعبي، هي القوة والتحمل، الاستمرارية، المثابرة. عندنا نقاط استراحة بنوقف فيها، مش نقطة استراحة ان ابغى اريح او نبغى نريح كفريق، لا، من ضمن رسالة الجمعية ان توصل للكل، ان تزيل وصمة العار في المجتمع، ان نوصل حق كل بيت حق كل فرد. احب اذكر المراكز اللي بتشارك معانا، اول نادي الشمال بتكون نقطة الانطلاقة، بنتجه لمركز شباب الشعبان، وبعدين مركز شباب برزان، وبيكون معانا بعد مركز شباب مقرن ومركز شباب سميسمة، وفي النهاية بتلقونا طبعا مبادرة خلقي هي بتدخل معانا الكتارة. هذا بالنسبة للبرنامج الأول. البرنامج الأول له مرفق، هو البرنامج الثاني اللي هي مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأفضل ثلاث صور أو أول ثلاث مراكز يصورون المسيرة، شلون يتابعون المسيرة وشلون يعرفون مثلا وين فريق صامل يوصل عن طريق السناب شات، وكودنا هو وياك كيو اي سناب شات، يتابعنا أفضل لقطة يحطها في حسابه ويسوي لنا منشن وإحنا بنختار. طبعا المصورين عندنا محترفين وهو هم اللي بيقدرون أفضل صورة والمقاييس. وطبعا الفقرة الثالثة اللي هي بتكون في كتارة، موقعنا إن شاء الله بيكون على شاطئ كتارة من باب 5 إلى باب 6 أو 7 عفوا من باب 5 إلى باب 7، بتكون هناك طبعا العديد من أنشطة وبرامج حق الجمهور بشكل عام. هذا بشكل يعني مختصر. من الشمال لكتارة بسياكل، لا ماشي هالمرة ماشي بحول، قبل مع فيصل الهيثمي سياكل، الحين ماشي سفيرنا الفخري. طبعا سفيرنا الفخري فيصل الهيثمي نقدم له تحية، بعد له برنامج خارج الدولة في تقريبا غابات في أفريقيا أو شيء، بيرفع علم وياك فوق أحد الجبال. سواها قبل بس سواها قبل في الهملاي. نعم ما شاء الله عليه. نعم. ويعني ممكن أي حد أنه ينضم لهاي المسيرة يعني؟ طبعا هذه دعوة مفتوحة لجميع المراكز، لجميع الأفراد، لجميع المؤسسات، أي حد حاب أن ينضم كيلو كيلوين ثلاثة يطلع معنا المسافة كاملة، احنا على استعداد استقطاب أكبر عدد من المنضمين لهذه المسيرة وجاهزين. تابع السناب تشوف احنا وين وصلنا، حياك. تابع السناب تشوف احنا وين، تعال صور، يمكن تكون من اللقطات المميزة. جميل. انا حبيت صراحة ان انتم ايضا دخلت مواقع التواصل الاجتماعي تكون جزء ايضا من خلال اليوم الرياضي. طيب بنتكلم، احنا يمكن ذكر اخوي ان باقة راح تقدمونها من الفعاليات المختلفة، باقة متنوعة، اكيد كل واحد او كل يمكن فعالية لها اهداف معينة حابين توصلونها. سلسبيلا نتكلم عن اهم الرسائل اللي انتم حطيتوها على اساس تقدمونها للمشاهد، تقدمونها ايضا للمستفيد من خلال ممكن مشاركته، سواء يمكن حتى لو شويه كان مشارك، لكن اكيد راح يحصل على فائده، راح يحصل على هدف.
أوكي. إحنا بشكل عام عارفين أن الرياضة تعتبر من أهم الأمور المفيدة لصحة الإنسان النفسية والجسدية. محمد ذكر شغلة حلوة، المشي. طيب فائدة المشي، أنا راح أمشي هالمسافة هذه كلها، نفسية راح أستفيد شيء؟ إيه بالفعل نفسية راح تستفيد. ليش؟ لأن الجسم سبحان الله يفرز مادة تعطي الجسم الإنسان راحة وسعادة، هالمادة اسمها الأندروفين. هالأندروفين يعني توازي نوعا ما مادة كيميائية اللي هي المورفين. المورفين معروف أنه يعطي نشوة، يعطي سعادة حق الجسم. فسبحان الله من خلال بس رياضة المشي أنت راح تفرز هالمادة في جسمك، راح تحس بنوع من الراحة والسعادة. خذوا موضوع المشي كرسالة أيضا للناس اللي راح تشارك أو الجمهور اللي راح يشارك، أن أنت إذا مارست حتى ولو نوع بسيط جدا وهو المشي، ممكن في بيتك في الحوش، ممكن في ريجك تأخذ لك لفة لفتين، فأنت راح تعطي نفسك راحة نفسية، تخفف من التوتر الضغوط الحياة اليومية اللي مر فيها، فبالتالي راح تستفيد. فهذه قيمة يعني نحاول أن نوصلها للجمهور اللي راح يشارك معنا إن شاء الله. يعني نقدر نقول الحين لو واحد حاول أنه يغير أسلوب حياته وصار يوميا أنه يمارس الرياضة، نقول من صباح الله خير يصل الفجر رياضة خفيفة وبعدها يروح لدوامه، هل ممكن هالشيء انه يحسن مزاجه ويخليه بنفسية افضل ويعني ما يكون شوي معصب شيء؟ صح، بالفعل ممارسة الرياضة حتى لو ممارسة مثلا على سبيل المثال والله أنا ما أقدر أمشي مثلا أو أطلع فيها الفترة اللي أنت ذكرتها، ممكن من خلال مثلا تمارين استرخاء أنا قبل لا أطلع، أو حتى أنا وصلت دوامي قبل لا أبتدي شغلي أسوي تمرين استرخاء، تنفس، أي نوع من التمارين اللي تخليني أبتدي يومي بمزاج عالي. إحنا عارفين الواحد يطلع من البيت مستعجل على زحمة الشارع، ممكن وانت في السيارة ممكن أنت تمارس تمرين بسيط، يمكن يقول القهوة بس تكفي، ليش أروح أركض وأسوي؟ أوكي، القهوة بتفيدك بس بنسبة بسيطة، وغير كذا إحنا عارفين يعني في مضار حق الكافيين ممكن أن تدمن عليه إلى آخره. سبحان الله في يوم من الأيام طلعت بدون ما تشرب القهوة، بيأثر على مزاجك، بتكون وايد متنرفز محتاج هالمادة. فأنت ليش يعني تحتاج حق شيء وهو أوريدي موجود عندك رب العالمين معطيك إياه من خلال تمرين بسيط تفعل هالشيء وتبتدي يومك بصحة نفسية جيدة، تتقبل أي ضغط أي شيء يواجهك في حياتك بشكل جدا ايجابي وجيد. وهذا فعلا هذا الشيء اللي احنا حابين اليوم نركز عليه اكثر واكثر، انه فعلا يمكن انت لو مثلا تاخذين 10 دقائق من يومك تسوين رياضه راح تاثر بشكل ايجابي، تاثر حتى لو بشكل بسيط في البدايه. صح. على الصحه النفسيه حتى على صحه الجسد بحد ذاته. يعني ما شاء الله نفس ما ذكرنا عندكم اهداف، اكيد انتم حتى الفعاليات يوم حطيتوها كانت من خلال دراسات انتم اجتمعتوا سويتوا لما وصلتوا حق هذه الاهداف. طيب بما أنكم موجودين والفعاليات تقريبا شبه جاهزة، كلمة توجهها للمشاهدين أنهم لازم يجون يحضرون ويكونون عضو أو جزء مشارك أيضا في نفس هذا اليوم. أول كلمة طبعا أوجهها لكم أنت أختي شوق ونايف، نتمنى أن تكونوا من ضمن المسيرة ولو جزء بسيط. أخي نايف تركت متطوع معاكم، نعم قبل موجود. نعم في كثارة أكيد طبعا. عندي صور وإثباتات لا أكيد كل شيء موثق. الجمهور نتمنى فعلا تفاعل الجمهور مع هذا اليوم، اليوم الرياضي، أهمية الرياضة ما أقدر أزيد على كلام أختي سلسبيل الكلام اللي ذكرته. شفت لو واحد بس خاصة الناس اللي ما تسوي رياضة أو ما تمارس الرياضة، ياريت لو تبتدي مثلا برنامج أسبوع تشوف فرق، تشوف طاقة الإيجابية اللي تجيها من هذه الممارسة. أنا أشوف الناس ورق عشان الرياضة ذكرني فعلا يعني قومة الصبح، أنت بتقوم بتصلي الفجر، ما يمنع أنك مثلا المسافة تقطعها مشي بدل تركب سيارتك، وانت راجع ارجع من مكان ثاني، هاي الرياضة بتحصل لأن خلال أسبوع يمكن 3 أيام تغير وايد أشياء في ذاتك، تركيزك يعلى، يعني ما أقدر أذكر لكم الفوائد اللي تنعاد على الشخص لما يمارس الرياضة. زين أنا بركز على المسيرة اللي راح تكون من الشمال لإنكتارا، أنت كلمتنا عن تعاونات، هل في تعاون مثلا مع إدارة المرور وكذلك يعني مع مثلا مع وزارة الصحة أو حمد الطبية على أساس أن الإسعاف تكون متواجدة معاكم علشان بس يطمنون اللي بيشاركون معاكم؟ طبعا احنا أخذنا كل الاحتياطات اللازمة وكل التصاريح
المطلوبة، مستعدين إن شاء الله لهذه المسيرة. بس أحب أذكر أوقاتها ومتى وقت الانطلاق. طبعا بيكون تاريخ 11 الساعة 9 الصبح بنكون في مدينة الرويس بالتحديد في نادي الشمال الرياضي. من هناك تبتدي الانطلاقة، معنا مدربين، معنا سيارات حق طواري، معنا مصورين، لا حد يخاف وكلنا إن شاء الله جاهزين. نتمنى نشوف أكبر عدد، فعلا نتمنى نشوف مشاركة جميع يعني مختلف الفئات العمرية معانا. تطمنوا أي شيء بيصير بإذن الله إحنا موجودين والطواري موجودة طبعا. شباب ما شاء الله ما يصير أي شيء إن شاء الله. اللي وده اللي وده طبعا أكيد من هذا المنطلق إحنا نوجه دعوة لجميع مشاهدينا أنتم تروحون وتشاركون سواء في هذه الفعالية أو حتى أي فعالية مختلفة راح تقام أكيد في اليوم الرياضي للدولة. بما أن إحنا خدنا منك الكلمة، أكيد الحين بعد أيضا سلسبيل حابة توجهين كلمة ورسالة للمشاهدين، مش فقط الاتباع الرياضة في هذا اليوم، لا تكون هو نمط حياة صحي، فكلمة لك. طيب احنا تكلمنا يعني شيء بسيط او خدنا فايده واحده بالنسبه للصحه النفسيه اللي تعود على الشخص من خلال الرياضه. بما انه يوم من الدوله اجازه ومدفوع الاجر، حلو تجرب شغله جديده او رياضه جديده. مو شرط اوكي احنا قلنا المشي مفيد، بس ممكن تجرب حتى رياضه جديده مثل اليوغا، الاسترخاء، اي تمرين انت حاب تمارسه فيها اليوم. ونتمنى ان شاء الله مشاركه الجمهور معانا وينضمون لهالفعاليه ويشوفون الفوائد اللي راح يجنونها ان شاء الله من خلال ممارسه الرياضه. فنتمنى ان شاء الله من الجميع يعني استغلال هاليوم ويستفيدون منه بشكل صحيح يعني. زين انا بالنسبه لي لو اخذها صوره بشكل عام ويقول ان خلال ما شاء الله السنوات اللي طافت كان لجمعيه استغاثه الصحه النفسيه فعاليات كثيره لزياده الوعي بالنسبه لهذا الموضوع واثبات ان فعلا الصحه النفسيه والرياضه بينهم شيء مشترك كبير، شلون ممكن لما الوعي هذا يزيد في المجتمع صوره المجتمع كيف ممكن تصير؟ طيب إذا أنت عندك مجتمع صحيح نفسيا فبالتالي راح ينجز، راح يحقق أشياء كثيرة. أما إذا كان عندك مثلا مجتمع خلينا نقول قاعدة تزيد فيه الأمراض النفسية، إحنا عارفين الأمراض النفسية كثيرة وبسبب يعني عجلة الحياة والسرعة اللي إحنا عايشينها والضغوطات، يعني الواحد صار يعني ما ينتبه لهالشيء، دائما ناسين موضوع الصحة النفسية أنها بتأثر علي في تركيزي في حياتي حتى في نطاق بيتي. إذا أنا مثلا على يعني أقل موقف أتنرفز ولا أتوتر أو يصيدني مثلاً اكتئاب من أي موقف مر في حياتي، فبالتالي ما راح أقدر أمارس ولا أكمل حياتي بالشكل الصحيح. فبالتالي الجمعية قاعدة تركز أيضاً من أهدافها أهمية الصحة النفسية تماشيا بعد مع رؤية قطر 2030 بأهمية الصحة النفسية لأفراد المجتمع، لأن لها تأثير كبير في تحقيق أي هدف في سواء على نطاقك أنت الخاص أو حتى النطاق العام. بالتأكيد يعني الله يعطيكم العافية على حضوركم، وبالفعل يعني رسالة إن شاء الله أنها توصل أكثر وأكثر، وأنا متأكد أن جهودكم في السنوات اللي طافت أنها ما راحت وبالفعل أنها ترسخت عند فئات، وإن شاء الله أن تكتملون على جميع الفئات وتوصل إن شاء الله التوعية للجميع. محمد سالم دويلة وسلسبيل زايد الله يعطيكم العافية، وموعدنا إن شاء الله يوم 14 فبراير إن شاء الله، بنحاول قد ما نقدر نكون موجودين قبل تاريخ 11 منتظرك إن شاء الله. إن شاء الله أكيد يعطيكم العافية، يا ما قصرتوا فعلا. احنا اليوم كنا سعيدين باستضافتكم وايضا كنا سعيدين ان ما قاعد نشوف التطوعين، قاعد نشوف ان انتم كلكم قاعد تشتغلون من اجل تحقيق الرؤيه الوطنيه وايضا تحقيق نقدر نقول النجاح في نفس هذا اليوم المهم المميز. يعطيكم العافيه وموفقين ان شاء الله. الله يعافيكم، شكرا على الاستضافه. شكرا لك. مشاهدينا الكرام ننتقل معاكم الى بورصه قطر وزميلنا مروان ابو شنب وناخذ اخر التطورات من جلسه التداول لهذا اليوم. صباحك الله بالخير مره ثانيه زميلنا مروان. صباح الخير مرة أخرى نايف، مرحبا بكم مشاهدة الكرام. المؤشر العام لبورصة قطر حتى اللحظة 10579 نقطة، الانخفاضات بثلاثين نقطة. كما ذكرنا اليوم الشركات الأكثر خسارة هي شركات أعلنت عن نتائج أعمالها، ولاحظنا أنه كان في انخفاض في نمو إيرادات هذه الشركة مقارنة بالعام الماضي. نضيف إليها طبعا موضوع التوزيعات وحسم موضوع التوزيعات. سنبدأ بشركة الخليج الدولية باعتبار أنه اليوم
كانت أكثر الشركات انخفاضا كما ذكرنا عند افتتاح جلسة التداول بأكثر من 7% الانخفاضات. أعلنت عن نتائج أعمالها، بلغ صافي الربح 67 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 91.6%. طبعا هي أكثر شركة تحقق انخفاض مقارنة بالعام في أرباحها مقارنة بالعام الماضي، مقابل صافي الربح والذي كان 800 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. بلغ العائد على السهم 36 درهما مقابل العائد على السهم 4.31 ريالات لنفس الفترة من العام الذي سبق. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم عن الفترة المشار إليها، كما وافق على موضوع الدعوة لانعقاد اجتماعي الجمعية العمومية. مزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام حول موضوع شركة الخليج الدولية، ينضم إلينا السيد محمد السقا الصحفي في جريدة لوسيل. مرحبا بك سيد محمد. دعنا أولا، كيف وجدت هذه الأرباح؟ تعليقك على أرباح الخليج الدولية ونسبة التراجع. أمس يعني كانت مفاجأة قوية يمكن للسوق كله، تراجع بنسبة كبيرة، يمكن زي ما حضرتك ذكرت 91.6% الربح بيتراجع بشكل كبير. النهاردة لقينا يعني تفاعل فعلي ورسمي على طول مع السوق وفوري معه، تراجع كبير. يمكن السهم بعض الشيء الآن بيخفض بعض من تراجعه، لكن أعتقد سيكون له تأثير سلبي اليوم على أداء المؤشر. يمكن الأمور يعني اللي بيتحدث عنها السوق ولماذا هذا التراجع، سننتظر أن نقرأ بشكل يعني أكثر تفصيلا حول البيانات المالية نفسها للشركة، ما هي أبرز أسباب تراجع تلك الإيرادات نفسها وأرباح الشركة، خاصة أن يمكن الربع الأخير من العام الماضي كان في ارتفاع جيد في أسعار النفط، فكنا نتوقع يمكن يكون لي انعكاس جيد على نتائج تلك الشركات، لكن وجدنا أنه التراجع كان واضح وأكبر يمكن في الربع الرابع كما توضحت بيانات الإعلانات أمس على موقع بورصة قطر. اليوم يمكن نتحدث انه نتمنى يكون في تاثير جيد لاعلان شركتين الكبار مثل الخليج مثل المتحده للتنميه وبروة العقاريه عن نتائجهم، نتمنى ان يكون لذلك اداء جيد. ويمكن الان بنلاحظ انه البورصه صحيح والبنك التجاري، لكن النهارده بنتكلم عن انه شركتين يمكن حتى الان بيتفاعلوا بشكل جيد جدا مع يمكن استباقيا حتى قبل اعلان النتائج، وبنجدهم في المنطقه الخضراء، ونتمنى ان يكون ده يعني مؤشر جيد للبورصه. طيب فيما تبقى من شركات ولربما الحسم في نهايه الاعوام يكون بالتأكيد إلى النتائج المالية ومستوى الأرباح، ولكن كان هناك توقعات بأنه الأرباح بالنسبة لبعض الشركات أن تكون متراجعة، يعني تنبؤا بالنتائج الربعية لكل لكل شركة. لكن يبقى موضوع لربما التوزيعات هو الموضوع الذي يعني يعتبر في يد مجلس الإدارة لإرضاء المستثمرين. هل تعتقد أنه هناك شركات أو مجالس إدارات لم تكن سخية مع مساهميها؟ يعني دعنا نتحدث بوضوح ان يمكن الاوضاع الماليه تجعلهم في مثل هذا الوضع، يعني بصعوبه مكان انك تجد تراجع في الايرادات او الارباح وتكون التوزيعات سخيه، لكن لازلنا برضو نتحدث انه هناك العديد من الاسهم القياديه داخل البورصه اللي كانت توزيعاتها في مستويات جيده جدا، يمكن ده لازال بيعطي البورصه زخم جيد بعض الشيء. واعتقد انه مع اعلان الاسهم اللي تحدثنا عنها مسبقا، ويمكن برضو بننتظر سهم قيادي مثل سهم إزدان كيف سيكون اداؤه، ستكون توزيعاته سهم بتلك الضخامة يعني قوته على المؤشر هو بنك قطر الوطني، يعتبر هم الأعلى بيشتروا نحو 30% من قوة مؤشر العام لبورصة قطر، فأعتقد بيكون الأداء هنا مهم جدا، كيف ستكون توزيعاته، كيف سيوصي مجلس الإدارة بتلك التوزيعات. نتمنى أن تكون التوزيعات القادمة جيدة وأفضل مما كان، أو على الأقل تكون مستوى اليوم. حتى احنا يعني برضو خلينا نتكلم على الأرباح، لدينا اليوم السلام العالمية على الرغم حتى من استقرار مستوى أرباحها النسبي، ارتفعت بنحو مليون من 113 مليون ريال إلى 114 مليون ريال، إلا أنه السهم حتى مع الاستقرار بيكون التفاعل من قبل المستثمرين والمساهمين في البورصة بيكون جيد. السهم اليوم منذ بداية الجلسة على ارتفاع وأداؤه جيد، ونتمنى أنه يستمر هذا خلال الجلسة المقبلة. ما هي توقعاتك أيضا لبروة العقارية والمتحدة للتنمية؟ شركات كما تعلم عانت خلال العام 2016 كل القطاع العقاري بشكل عام، لكن اليوم هل سنشهد مفاجأة بيع أصول تضم إلى الأرباح كما هي العادة بالنسبة لبروة العقارية تحديدا والمتحدة؟ لكن أعتقد يمكن المختلف في خلال العام 2017 هو أنه الشركات لديها خطة استثمارية كبيرة، يمكن كانت بروة كانت أعلنت منذ بداية العام الماضي أن لديها خطة كبيرة تصل نحو 20 مليار
ريال، خطة خمسية وبدأت العمل فيها، يمكن جزء كبير منها مخزن من شهرين، عندها مشروعات أخرى عقارية وسكنية وصدارة إيه، ويمكن مؤخرة كم أمور جيدة جدا للشركة، كان إعلانها تحصيل نحو 1.3 مليار ريال من قطر للبترول، كان مشروعات مشتركة ما بينهم ومستحقات لديها لدى قطر للبترول. الأمر الآخر ده نتحدث عن المتحدة للتنمية، لديها الآن توسعات قوية جدا داخل المشروع نفسه، ووجدنا مؤخرا في وضع حجر أساس لأبراج المتحدة، القمرة كانت القمرة القابضة كانت برضو تعقدت على برج آخر داخل المتحدة في سيتي سكيب الماضي. ننتظر خلال الفترة المقبلة هل ستستمر مثل تلك المشروعات سواء بالنسبة لبروة أو للمتحدة. أمر آخر ده نتحدث حتى عن إزدان بصفتها أكبر يعني سهم داخل القطاع العقاري، حتى إزدان نفسها لدينا ننتظر في شهر إبريل المقبل استلام الشريحة الأولى من مشروع واحد إزدان اللي هيبقى حوالي 2000 وحدة سكنية. شكرا لك. شكرا سيد مروان السقا الصحفي في جريدة لوسيل القطرية. شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، آخر خبر طبعا هو توقيع بورصة قطر وبورصة جمهورية طاجكستان أو بورصة آسيا الوسطى، وقعوا مذكرة في الدوحة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات. إذن بورصة قطر اليوم كما ذكرنا أسهم أعلنت عن نتائج أعمالها تنخفض بنسب معتبرة، وأسهم أخرى أعلنت عن نتائج جيدة في أعمالها ويتفاعل معها المستثمرون. 10571 نقطة المؤشر العام في هذه اللحظات، منخفض بحوالي 37 نقطة. نشكركم على طيب المتابعة، نعود بكم إلى باقي فقرات برنامج في الضحى والزملاء الكرام. إليكم. شكر لك زميلنا مروان، أنت وضيفك الكريم على تحليل هذه الفترة من جلسة التداول في بورصة قطر، وإن شاء الله دائما يكون في تحسن إن شاء الله، ونلقى اللون الأخضر وهو السائد بإذن الله على الشاشة، ويكون في خدمة المستثمرين واقتصاد دولتنا قطر بإذن الله. مستمرين معاكم إن شاء الله، ولكن راح نأخذ فاصل ونستمر بمواضيع حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله. عودة لكم مشاهدينا الكرام، وفي فقرتنا هذه راح نتكلم عن جهود لوزارة البلدية والبيئة. فأطلقت وزارة البلدية والبيئة عدد من الحملات اللي تحث على المحافظة على البيئة، ومن ضمن حملاتها اللي هي حملة رعيانة، واللي ستنظم بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وتهدف إلى تقديم الدعم والاهتمام برعاة الغنم والحلال والنواطير في العزب والمخيمات لتوعيتهم والاهتمام بهم من جميع النواحي البيئية والصحية. كذلك في حملة ثانية اللي هي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لمكافحة الكتابة على الجدران والحفاظ على البيئات نظيفة، والامتناع عن كتابة الرسائل ورسم الصور بالطلاء في الأماكن العامة. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع سيد خلف العنزي مدير العلاقات العامة والاتصال في وزارة البلدية والبيئة بلدية الدوحة. حياك الله معنا وصبحك الله بالخير. الله يسبحكم بالنور والسرور، وشكرا لكم صراحة على تغطياتكم الجميلة والمستمرة سواء لما تقدم وزارة البلدية والبيئة أو جميع المؤسسات والوزارات الأخرى. يعطيك العافية، أكيد هذا أقل شيء ممكن نسوي تغطية نفس هذه الأمور والفعاليات المهمة والمميزة واللي تهدف أكيد إلى تقدم دولة قطر. يمكن إحنا من خلال المقدمة أستاذ ذكرنا أن أنتم في عندكم العديد من الحملات، ومنها حملة رعيانة اللي فعلا كان المؤتمر الصحفي لها يوم الأحد، فياريت نستغل وجودك أكيد معنا ونعرف المشاهدين أكثر عن هذه الحملة، أهم أهدافها والجهات المشاركة أيضا فيها. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلتي يوم الأحد الماضي أطلقت أو كان هناك المؤتمر الصحفي الذي من خلاله أعلن عن حملة رعياننا. تأتي طبعا هذه الحملة انطلاقا من دور وزارة البلدية والبيئة في دعم وتطوير والاهتمام بكل منظومة يعني الثروة الحيوانية وكل ما يصب في الأمن الغذائي في الدولة. بالتالي فأكيد طبعا شريحة الرعيان هي شريحة مهمة جدا، يجب أن لا نغفل عنها، نقدم لهم كل المساعدة والدعم والاهتمام بهذه الشريحة، بحكم أن هذه الشريحة يمكن تعتبر هي البيسك والأساس الذي من خلاله إحنا نطور الثروة الحيوانية الموجودة عندنا. كما وأن هذه الشريحة مثل ما أنتم عارفين تعمل في أماكن نائية بعيدة عن المدن، بعيدة عن القرى، تعمل في ظروف بيئية صعبة، يعني مثل هذا الشتاء القارص الآن هم يشتغلون ويطلعون ويروحون مع الحلال وكذا في الصيف والحر وكذا، فهذه طبعا الأمور كلها بحاجة أن إحنا نهتم فيهم بشكل أكبر، إحنا نلتفت لهم، مد يد العون لهم. من هنا طبعا جاء دور وزارة البلدية والبيئة في إطلاق حملة رعياننا، وتجاوبت مشكورة صراحة العديد من مؤسسات العمل الخيري في البلاد وبعض أيضا شركات القطاع الخاص. وطبعا سوف تكون هذه الحملة مركزة على 4 مناطق حاليا، اللي هو الشيحانية والمزروعة والخور وسمسمة. نستهدف تقريبا حوالي 400 راعي. طبعا كل مؤسسة راح تستلم منطقة أو لوكيشن معين. طبعا راح يكون في من خلال هذه المخيمات اللي راح تكون موجودة راح يكون في عندنا توعية بيئية، محاضرات عن البيئة عن النظافة، راح يكون في عندنا أيضا الهلال الأحمر القطري صراحة ما قصروا الأخوان، راح يقدمون لهم أيضا دورات عن الإسعافات الأولية، وهي الأمور اللي يحتاجونها صراحة خصوصا في ظل الظروف المناخية والجغرافية اللي هم يعملون فيها. راح يكون هناك ايضا توزيع الكتيبات، راح يكون في عندنا ايضا شنطه الراعي احنا اطلقنا عليها، وهي عباره عن شنطه راح تحتوي وتضمن على بعض الامور الهامه اللي يحتاجها الراعي، من ضمنها المعطف الشتوي، من ضمنها سجاده الصلاه والمسواك، من ضمنها كتيبات توعويه، يعني في بعض الامور وشنطه اسعافات اوليه بالطبع سوف تكون ايضا معاها. مثل هذه الامور طبعا هم بحاجه لها الاخوان الرعيان، وسوف يكون هناك ايضا باذن الله تعالى يعني سوف يكون هناك في بعض المسابقات الامور الترفيهيه اللي ايضا تنعكس على نفسيتهم. راح يتم اختيار الاكثر الرعيان تميزا في هذه الحمله والاستجابه معانا، وراح ناخذ بعض الجمعيات الاخيريه جزاهم الله خير راح ياخذون بعض الرعيان وراح يودونهم ان شاء الله عمره. يعني ما شاء الله يعني في تميز وفي تفاصيل بسيطة جدا يعني يصير التدقيق فيها مثل هذه الحملة. الله يعطيكم العافية، يعني راح ناخذ تفاصيل أكثر عن حملة رعيانا وكذلك الحملة الثانية اللي تتحدث عن الامتناع عن الرسم والكتابة على الجدران من خلال موقع التواصل الاجتماعي في هذا التقرير، ونستكمل حديثنا بإذن الله. طبعاً انطلاقا من دور وزارة البلدية واهتمامها في الاهتمام بالثروة الحيوانية وجميع المنظومة العمل في هذا الإطار وما يصب في أيضا الأمن الغذائي، فاهتمام في شريحة الرعيان أو النواطير أو العمال الموجودين في أماكن نائية وبعيدة في وسط ظروف مناخية صعبة بعيدة عن المدن وبعيدة عن القرى، فلذلك انطلقت هذه الحملة اللي حملة رعياننا لتكون صلة رحمة ما بيننا وما بين هذه الشريحة، تقديم الكثير من التوعية سواء التوعية البيئية والتوعية الصحية، تقديم دورات لهم متخصصة، تقديم كتيبات أيضا، وتقديم شنط أسعاف أولية، وتقديم الكثير من الأمور التي تهم هذه الشريحة. طبعا استجابة صراحة مشكورة العديد من المؤسسات العمل الخيري في الدولة وبعض القطاعات الخاصة، وراح تكون الحملة في منطقة سمسمة وأيضا تكون في منطقة الخور وفي منطقة الشحنية ومنطقة المزروعة. كل الشكر والتقدير للجهات اللي شاركت معانا.
عودة لكم مشاهدينا الكرام. أخذنا نبذة بسيطة في هذا التقرير وأكيد راح نتكلم أكثر وأكثر. يعني إحنا أخذنا معلومات شاملة عن حملة ريانا، لكن لما أكون في الشارع أنا ماشي أشوف في إعلانات، في إعلان خاص بالبلدية، ولكن مرات ما أقدر أقرأ الإعلان لأنه مكتوب عليه بالرش لا تشوهها. طول العمر هاي حملة أطلقناها بعنوان لا تشوهها، حملة ضد ظاهرة الكتابة على الجدران وتشويه المنظر الحضاري للدولة. طبعا الإعلان اللي أنت قاعد تشوفه هو عبارة عن لوحة ببرواز وعليها صورة يعني العاصمة الدوحة، واحد يرش ويكتب قاعد يكتب لا تشوه. فطبعا حتى لو تنتبه ليده بتحصل ان يده اتسخت وكذا، وفي اعلان تلفزيوني اعتقد احنا بعد فيلم احنا عملناه. المقصد ان هذه صوره بلدك فلا تكتب عليها فلا تشوهها، هذا المقصد من الاعلان. جميل الفكرة أن أنتم قاعد تأخذون منظر جميل وأن الشخص قاعد يشوه هذه، فأتوقع يمكن هذه الفكرة والرسالة يمكن توصل أكثر حق الناس حق الأشخاص. يعني ما شاء الله نفس ما ذكرنا فكرة جدا جميلة. لو نتحدث أكثر أن أنتم في هذا الجانب أو في هذه الحملة دخلتوا مواقع التواصل الاجتماعي كشكل رئيسي لبث يمكن الأفكار الرئيسية لبث الأهداف اللي أنتم حابين توصلونها، فأهمية اليوم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنفس هذه الأفكار ونفس هذه الحملات. طبعا الآن أصبحت الثقافة السائدة هي السوشيال ميديا والمقاطع الفيديو القصيرة، وهذا هو شيء دارج حاليا. أنت ما تقدر أنك توعي الناس من خلال محاضرة طويلة أو من خلال رسالة أو بروشور طويلة أو كلمات كثيرة، أصبح صعب، الناس ما يستقبلون، يبون شيء سريع. فلذلك احنا قمنا يمكن أنتجنا أحد الأفلام هذه يمكن اللي طالع عندنا حاليا على الشاشة، ما في ولا كلمة، ما يتكلم، بينما يعني يوضح الرسالة أن هذا الصبي يعني شوه نفسه أثناء تشويه بلده. فتطلع رسالة أنت تشوه بلدك، أنت تشوه ذاتك. ففي نفس الوقت اللي هو قاعد يكتب فيه على الطوفة نفس الوقت قاعد يعني يتشوه جسده أو تتشوه ملابسه. المقصد من هذه الفكرة أن نقدر نبثها في مواقع التواصل الاجتماعي أو في حتى عن طريق الواتساب وما إلى ذلك بدون أي كلام، مجرد فيديو مقطع صغير جدا بعض الثواني، لكن توضح الفكرة أن أنت لما تشوه أي جزء في بلدك فتأكد أن هذا شيء ينعكس عليك أنت، ينعكس على منظرك، على 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 منظرك الحضاري، ينعكس على ثقافتك، على بيئتك. فلذلك احنا لازم نوصلها بالطريقه البسيطه هذه. فيعني مثل ما انتم شايفين حاليا احنا بدينا في السوشيال ميديا وبدينا في الشوارع، الاعلانات راح تحصلونها موجوده كثير في الشوارع، راح يكون عندنا ايضا في محاضرات في المدارس نوصل الى الطلبه الموجودين. الشريحه المستهدفه طبعا هي شريحه المراهقين، يعني المراهقين والفئات هذه ممكن ان يعني بحالة استهتار يمكن أنه يروح مثلا صوب المدرسة يرسم ولا يكتب ولا مثلا صوب البيوت أو مثل هذه الأشياء. كيف ممكن اللي على المواقع التواصل الاجتماعي أنهم يتفاعلون معاكم؟ هل ممكن أنه يعني يبدون لكم ردة فعل؟ هل ممكن أنهم يتجهون مثلا ويغطون مثل هذا الكلام؟ لو واحد جدا حب هذا العمل اللي انتم قاعدين تسوونه وحب انه يشارك، شلون ممكن انه يساعدكم؟ والله للامانه في ناس كثير صراحه يتفاعلون معنا في القضايا البيئيه، في القضايا النظافه، في القضايا الحملات الاعلانيه اللي نعملها. ونتمنى وهذه ايضا من خلال المنبر يعني من خلال برنامجكم انا اوجه ايضا رساله الى الجميع صراحه، كل شخص يحب بلده ويحب بيئته ويحب انه يساهم معنا في هذا، يعني يساهم في حتى في نشر هذه التوعيه. احنا نعمل بروشورات جاهزه، نعمل رسائل جاهزه، نعمل افلام جاهزه، فكل المطلوب من الاخوان ومن الجمهور انه يساعد في ترويج هذه الافلام وهذه الرسائل التوعويه، يوصلها لاكبر عدد ممكن من الشريحه المستهدفه اليوم، خاصه شريحه المراهقين في هذه الجامعه. نعم طبعا اكيد يمكن الجميع يكون في نفس هذه النقطه متعاون. يمكن انا واخوي نايف قبل الهوا كنا قاعد نتحدث عن هذا الموضوع وانه فعلا هذا يمكن يعد اعتداء أو تعدي أيضا على حقوق أو الملكية سواء كانت العامة أو حتى الخاصة. فلو نتحدث عن هذا الموضوع أكثر، نتحدث عن القانون، هل يعاقب عليه القانون؟
نعم طبعا يعاقب عليه القانون، هو يعتبر احد يعني المخالفات قانون رقم 8 سنه 74 اللي هو النظافه العامه، قانون النظافه العامه، بالتالي تشويه المنظر المباني وما الى ذلك هذا كله يعاقب عليها القانون، وهو احد الامور الرسومات او الكتابه على الطوف وما الى ذلك هذا طبعا يخالف مخالفه يعني تعتبر. هل مصير الفنانين نفس المصير هذا اذا كان فعلا يرسم فن مميز أو يعكس فعلا صورة مميزة في ذهنه ولكن ربما في المكان الخطأ؟ طبعا يعني هو شوف النهاية يعني ما نقول يعني حق أريد بباطل، يعني ما نقدر نقول والله أنت على أساس أنك أنت رسام وكذا أنك تروح تشوه المنظر الحضاري، إحنا خلنا نكون يعني شوف إحنا أكثر شيء مركزين عليه صراحة اللي هو الألفاظ النابية أحيانا تكتب رسومات أو ما إلى ذلك هذه أمور، أما بما يتعلق في بعض الفنانين التشكيليين يعني طبعا خلينا نكون يعني ندرة يعني في دول أوروبية هناك ويخصص لهم أعتقد أماكن، يمكن احنا دورنا في وزارة البلدية والبيئة مش دور الثقافي او الدور يعني يمكنها في جهات ثانية في الدولة ممكن تتبنى هذه يعني الشريحة، اذا كان في هناك بعض الاشخاص اللي عندهم رسومات فنية وما الى ذلك ممكن يخصص لهم بطريقة اخرى، لكن احنا نتكلم عن فئة معينة اللي الرسومات خلينا نقول الراندوم الشغلات العشوائية اللي بتكتب على الطواف والامور هذه. جميل، طبعا على هذا الطاري اكيد احنا يمكن نقول حق الفنانين ان في عندهم اماكن مخصصه في الحي الثقافي كتاره، عدد جداريات كتاره، حتى المعارض ما شاء الله يشاركون فيها، فعندكم فرصه فنكم ابداعكم اكيد تقدرون تحطونه هناك وتبرزون فيه، لكن بلوح جميله مميزه للجميع. احنا يمكن انت استاذ خلف من خلال حديثك تطرقت ان بالنسبه حق الفئه المستهدفه اللي هي المراهقين او نقول طلاب المدارس، طيب طلاب المدارس هل انتم فقط مثلا الرسائل توجهون لها فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولا ممكن ان يكون هناك في مثلا تواصل من خلال زياراتكم للمدارس من خلال اعطائهم محاضرات ندوات توعويه تثقيفيه من هذا الجانب؟ لا طبعا انا ذكرت قبل شوي انه طبعا احنا الحمله لسه اطلقناها يعني ما صار لها كم يوم، فطبعا في سلسله من المحاضرات والورش اللي راح تكون في المدارس، زيارات من عندنا من قسم التوعيه في اداره العلاقات العامه راح يقومون ببعض الزيارات التوعويه بالتنسيق مع المدارس وتقديم طبعا رسائل التوعويه الخاصه بهذه الشريحه. ما شاء الله صراحة يعني أهدافكم جدا جميلة، أهداف سامية، والجميل أن أنتم قاعدين تشتغلون شوي شوي تطورون البلد، تطورون هذه المفاهيم الخاطئة وأكيد تعديلها بما هو صحيح وبما هو يخدم المجتمع. يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم هذه الاستضافة. الله يعطيكم العافية، يعني بالفعل حملتين في وقت مناسب ورسالتهم بالفعل مميزة، الله يوفقكم فيهم إن شاء الله وتلقون الإقبال وردة الفعل إن شاء الله المناسبة واللي تطمحون لها وأكثر بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، وهذا كله بفضل الله ثم بتعاونكم أنتم وتعاون كل الجمهور صراحة معنا. الله يجزاك خير. مشاهدينا الكرام طبعا أنا أكد على الحملة الخاصة بالرسم على الجدران وأكد على كلمة لا تشوهها، قطر جميلة وأكيد أنتم الأجمل، ولكن لا نساهم باستهتار في يوم من الأيام أن نشوه في المناظر الجميلة هذه. الحين راح ننتقل معاكم إلى الإدارة العامة للمرور ومتواجد زميلنا عمر مظفر، فنقول لك صباحك الله بالخير يا عمر. صباح النور والسرور والعافية، تحية معطرة لك وإلى ضيوفك الكرام وإلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذه فقرتكم المرورية اللي عودناكم عليها أسبوعيا متواجدين من خلالها في الإدارة العامة للمرور، ويسرنا جدا أن يكون معنا اليوم النقيب محمد مسفر الهاجري من إدارة الهندسة والسلامة المرورية. مرحبا ومسهلا فيك. يا مرحبا والله ومسهلا، يا هلا. الله يرحب بك على فضل أخوي محمد. تكلمنا عن قسمكم، قسم الهندسة والسلامة، سلامة الطرق. نعم، الهندسة والسلامة المرورية. أول شيء نرحب فيكم في إدارة المرور، شاكر لكم الجهد بطاقم تلفزيون قطر على الجهد المبذول في نشر وتثقيف الوعي اللي هي توعية المرورية. حاليا في إدارة الهندسة والسلامة المرورية طبعا تكون الإدارة من 5 أقسام، قسم التخطيط المروري، قسم الموازين والرادارات، قسم التصاريح والمهن، قسم التحويلات والحفريات، الحفريات والتحويلات المرورية،
والقسم اللي هو الأخير الرقابة والتفتيش. أستاذ محمد، الحين أنا كمواطن أو مقيم وأستخدم الشارع، شنو أهم شيء أنتبه منه بخصوص الرادارات وخصوص المطبات؟ يعني كيف أنا أعرف سرعة الشارع هذه كم وأسوي احتياطي، يعني مثل الشوارع الخارجية الداخلية، كيف أعرف سرعة الشارع من خلال شكل الشارع؟ طبعا الشكل مش محدد الشارع بالشكل، فيه ساين للسبيد ليميت موجودة ممكن السائق إنه ينتبه لها. فحاليا مثلا نعطيك مثال على سؤالك هذا، إذا أنت تقصد أنه مثلا جاي من أبو سمرة متوجه الدوحة بعد جسر 24 يختلف الرادار، قبله 140 وخلال من جسر 24 إلى جسر 17 إلى جسر الصناعية بيكون السرعة 120 لأنك دخلت المنطقة السكنية. سرعة الضبط بعض الأحيان عفوا أخوي محمد تختلف على بعض المواطنين والمقيمين، وبعض الأحيان نسمع يعني منهم ملاحظات، احنا نبيكم طال عمرك توجهونهم كيف ممكن يتعرفون على سرعة الشارع ويسوون حسابهم. سرعة الشارع موجود الساين اللي هو خاص بالسرعات موجود على الشوارع، وتقريبا إذا مو بكل كيلو تقريبا كيلو ونص متوفرة العلامات. تكلمنا ايضا عن اداره هندسه الطرق، ايش يعني مثل الشارع اللي تتوفر فيه مواصفات، ايش المقاييس اللي تعتمدون عليها من خلال مواصفات الشوارع؟ يعني مثلا الحين انا عندي شارع قدام بيتي جديد، ايش اهم المقاييس اللي يجب توافرها فيه؟ طبعا الشارع قدام بيتك، الشارع يتكون اللي هو مقاييسه اذا كان داخلي عرض الشارع ما بين 8 متر الى 16 متر ينزل الى 12 متر، في شوارع 24 متر عرضها، فهذه تختلف باختلاف المنطقه او اللي يسمونها الرود اللي هو خاص بإدارة وزارة البلدية، مخطط تخطيط مثلا في الرود الخاص بالطرق، في الرايت واي اللي خاص بالرايت واي، طبعا هذا الطرق موجود اللي تم تخطيطه من إدارة التخطيط وزارة البلدية والبيئة، يتم إسناده لهيئة أشغال ويتم تنفيذه حاليا. طبعا احنا دورنا في الموضوع هذا ان احنا نشرف على عملية اثناء العمل في الشوارع هذه، ان احنا نضمن انسيابية الحركة، وما مو عشان مشروع ما نعطل حركة السير في منطقة معينة. النقيب والمهندس محمد مسفر الهاجر، تكلمنا عن الأشخاص اللي مثلا يتقدمون لكم في طلبات لوضع مطبات أمام منازلهم أو في شوارع العامة، كيف تتعاملون مع هذه الطلبات؟ حاليا أخوي فيه مقدمين إدارة المرور خدمة عن طريق الويب سايت الخاص بوزارة الداخلية، خدمات المرور ممكن أنك أنت تدخل وتقدم عن طريق الخدمة هذه بطلب أو إزالة مطب، ويوصلنا الطلب هنا عن طريق النظام اللي هو نظام التصاريح، وبدورنا احنا في إدارة الهندسة والسلامة المرورية قسم التخطيط المروري نقوم بالكشف عن الموقع اللي أنت طالبه، هل فعلا يستحق أنك توضع له مطبة أو لا، ومن ثم يتم مخاطبة إدارة الصيانة والطرق في الهيئة العامة للأشغال بوضع المطب. نصيحة أخيرة توجهها من خلال الفقرة المرورية وشاشة تلفزيون قطر أخوي محمد مسفر الهاجري. والله نصح أخواننا مرتادين الطريق بالقيادة بحذر وتوقع أخطاء الآخرين، ومشكورين وما قصرتوا ويعطيكم العافية. الله يعافيك وشكرا على وقتك طال عمرك، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، جزاك الله خير. إذن مشاهدينا شفتوا معانا فقرة مرورية من الإدارة العامة للمرور كما عودناكم أسبوعيا، نتمنى أنكم استفدتم من هذه الملاحظات اللي تفضل فيها أخونا النقيب محمد مسفر الهاجري. وفي نهاية هذه الفقرة نشكركم على حسن المتابعة ونرجع إلى الزملاء في الاستوديو. الشكر لك زميلنا عمر مظفر ولضيفك الكريم على المعلومات اللي قدمتوها، وإن شاء الله بالفعل فادت جميع المهتمين في مثل هذه المواضيع، خاصة بالنسبة لموضوع المطبة واللي يطلب المطبة قدام البيت والأشياء هذه، فإن شاء الله أن وصلت الرسالة للجميع. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، ولكن راح نأخذ فاصل ونستكمل محاور حلقتنا بإذن الله.
أحبتنا رجعنا لكم من جديد. أكيد من بعد ما شفنا في خلال برنامج في الضحى تطرقنا العديد من المواضيع الفعاليات المهمة والمميزة، والحين في فقرتنا لهذا اليوم راح نتحدث أيضا عن جانب مهم وهو الصحة. فمن المعروف أن معظم الاضطرابات النفسية التي تصيب المرأة هي ذاتها تصيب الرجل، لكن هناك بعض الاضطرابات التي تعتبر خاصة بالمرأة فقط، وذلك لخصوصية المرأة من ناحية الهرمونات والحمل. وأكدت العديد من الدراسات أن السنة الأولى اللي تلي الولادة تزداد فيها مخاطر إصابة المرأة بأزمات واضطرابات نفسية. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا نستضيف معنا الدكتورة والاستشارية النفسية موزة المالكي. أسعد الله صباحك وحياك الله معنا في في الضحى. أهلا حبيبتي، حياك الله، صباح الخير، صباحكم جميل مع هذا الجو الجميل. الله يجزاك خير دكتورة. يعني في البداية عشان نوضح احنا ايش قاعدين نتكلم عنه، فلو تعطينا تعريف مصطلح يعني الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية هي يعني عملية معقدة تحصل في الدماغ، يصدر عنها سلوك، يعني اضطرابات سلوكية في نفسية الإنسان، في عقله، في سلوكه، تنتج عنها تفاعلات. يعني لما درسنا عنها بالفعل انا يعني استغربت من هذا الدماغ والبوكسز، الحجرات الصغيرة اللي فيه شلون تصدر، يعني هذا القلق اللي يصير له مكان معين صغير يحدث فيه. فالتفاعلات هذه لما تصير للإنسان تحدث بطريقة أنه تخربط لحياته. لما يصير عنده مثلا الوسواس، خلينا نقول نتكلم عن الذهان مثلا، أو الوسواس القهري، أو أي نوع من أو الخوف، القلق، تصير لخبطة داخل الدماغ، وكل شيء يحصل في الدماغ، تصير لخبطة في الدماغ، ينتج هذا السلوك، الإنسان تضطرب حياته كلها، ومثل ما نتكلم بعدين تضطرب حياة الأسرة لسببه، يتغير سلوكه، تتغير نفسيته، جسده، النوم يتأثر عنده، كل أموره، الأشياء المعقدة ذي تسبب له الاضطرابات هاي اللي تطلق عليها الاضطرابات النفسية. هي نوع من أنواع اللخبطة العصبية في الدماغ. نعم دكتورة، يمكن احنا في بداية المقدمة قلنا ان هناك بالنسبة حق الاضطرابات النفسية ما تدخل يعني ان تكون فقط لشخص معين او لجنس معين، بالنسبة حق الذكور والإناث هي موجودة، لكن نقدر نقول المرأة يمكن لان تمر بمراحل عديدة في حياتها فممكن تصاب ب او تتأثر باضطرابات نفسية، فنتحدث اكثر عن هذا الجانب وتحديدا عن جانب المرأة. المرأة لانها اكثر عاطفية، عواطفها تغلب عليها، انفعالاتها كثيرة، لذلك تمر بعد في مراحل يعني كثير، تمر في مراحل يعني جسدية انفعالية أكثر من رجل. مثلا مرحلة الطمث اللي تجيها إذا لم تهيئ لها، مثلا لم تهيئها الأم، على الأم، إحنا بنركز الحين على الأم، لازم تهيئ بنتها لهاي المرحلة. إذا لم تهيئها لها مبكرا وشرحتها لها بطريقة جميلة، وأنا دايما أقول ليش البنت تلعب؟ البنت من صغرها تحب تلعب بالدمية، الأم عن طريق اللعب أو إذا اضطرت لحد يشرح لها، إحنا عندنا غرفة العلاج باللعب جميلة للأطفال، تشرح لها عن طريق اللعبة، تشرح لها عن طريق مثلا توديها حق أم لما يزورون أم والدة بطريقة حلوة، أن أنت راح تمرين بهالمرحلة، حاولت كبرت شوية 7-8-9 سنوات، المهم قبل ما تجيها البيريد وتنصدم، لأنها صدمة صراحة. يعني أنا أذكر صدمت، يعني أعترف بهذا، لأنها هي تخوف، الحاجة تخوف، يعني مرحلة مخيفة في حياة المرأة، صدمة كبيرة، والبنت المراهقة الصغيرة، فلذلك يجب أن تهيئ لها. مرحلة ثانية مرحلة الحمل، الحمل هذا شيء جميل في إذا المرأة تهيأت له وعرفت إيش راح يصير، يعني تجربة من أجمل التجارب اللي تمر فيها المرأة، وقد تكون يعني أصعب التجارب. لما نتكلم عن مثل هذه الأشياء يعني والاضطرابات النفسية بشكل عام لما تكون للمرأة، يعني وين أو شنو دور الزوج أو الأسرة بشكل عام في أنهم يساهمون في إسعادها وأنهم يطلعونها من هذه المرحلة؟ الدعم، المرأة ما تحتاج إلا للدعم والكلمة الحلوة، الزوج طبعا ده وقف مع زوجته وكلمة حلوة، الأم زي ما قلت قبل شوي التهيئة والشرح والوقوف بجانب البنت، الزوج الدعم، الكلمة الحلوة، وأن يكون موجود بجانبها، ما يخليها مثلا في بعض الأزواج للأسف اللي أسمع عنه وقت ولادة زوجته يسافر، يعني يقول أمها عندها،
بالعكس هي تحتاج للزوج. المرأة لما تولد، احنا تكلمتي قبل شوي عن تمر بفترة الذهان، ذهان ما بعد الولادة، هذا أصعب شيء. المرأة تمر باكتئاب، اكتئاب طبيعي إذا كان خفيف. بعد الولادة بأيام تكتئب، تخاف، تخاف على المولود. كل أم، يعني أنا أذكر أول ما راح البنج عني قعدت بيأخذون طفلي، قلت لهم لا لا أبي أشوف عد أصابعه، أشوف رموشه لا رموش ولا لا. بعدين لأني عملت مع أطفال وايد، من يعني الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذي، فكنت دائما يجيني قلق أنه يمكن طفلي يكون في شيء، فأبي أشوف كل شيء فيه. هذا الخوف والرعب عند الأم طبيعي جدا، أنا أطمن الأمهات. لكن في الذهان ما بعد الولادة اللي يصير أحيانا، يصير بعد 8 أيام، أحيانا بعد أسبوع، بعد أسبوعين، أحيانا يصير حتى بعد 8 أسابيع. هذا جدا صعب. هذا الأم أحيانا يصيبها، أحيانا تتعرض لمحاولة انتحار، وأحيانا تنتحر، أحيانا تقتل طفلها. إلى الآن ما أنسى حالة أم عندنا في الثمانينات، كانت في مستشفى الأمراض النفسية لما كنت أشتغل متطوعة أول ما جيت من أمريكا بعد حصولي على الماجستير. قتلت طفلها، تقول سمعت أصوات تقول لي اقتلي طفلك. طيب دكتورة، يعني الحلول اللي احنا ممكن نوجهها مثلا للمشاهدين، الامهات اللي يمكن هم للحين مثلا في حاله الحمل، ممكن نوجهها رساله جدا تكون مثلا مهمه مميزه فيما يتعلق بهذا الشان، شنو الحل ممكن نقدمه لهم؟ ابدا تاخذ الامور ببساطه. الحمل دي حاجه حلوه نستمتع فيها، ان كل الامهات يعني الاف مئات الالاف ملايين الامهات حملوا ولدوا. تفكر تفكير ايجابي، بوزيتيف ثينكينج، افكر ان الحمل حاجة حلوة، أستمتع بطفلي، أكلم طفلي وهو حتى في وهو في بطني، أنا أكلمه كل ليلة، أكلمه إنه بيجيني، بيجي كائن، بيجي يعني أنا قاعدة أحمل كائن، أنا بكون سبب في إنه كائن بيجي على وجه الأرض. دي حاجة جدا جميلة. يعني أنا أقول للأمهات الصغيرات إنه استمتعوا بحملكم، ولا تفكرون تفكير سلبي أبدا، فكروا تفكير إيجابي. كل ما فكرنا إيجابيا كانت حياتنا إيجابية. نعم. التفكير الإيجابي. نعم. دكتورة بصراحة أنت يعني لما أثناء تواجدك معنا فصراحة عندك إيجابية، عندك أيضا إيجابية في الحديث، إيجابية في توصيل رسالة، فأتمنى أن فعلا هذه إيجابية تنتشر، هذه إيجابية أيضا للأمهات للي أصلا يعني يمرون يمكن في هذه الحالة، أن لا هم نفس ما ذكرنا يفكرون بإيجابية، لأن فعلا إذا كان هناك أمر مفرح، أمر جميل، يمكن هذا الشيء يأثر على النفسية بشكل كبير، يأثر على النفسية بشكل مثمر وإيجابي. يعطيك العافية مرة ثانية على كل المعلومات اللي قدمتيها لنا وما قصرتي، شكرا لك. الله يسلمك. دكتورة والاستشارية النفسية موزن ماكل، يعطيك العافية، وإن شاء الله أن بالفعل الرسائل وصلت لجمهورنا الكريم. الآن وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله أن وصلت الرسائل اللي وصلناها عن طريق سواء الأخبار أو الفقرات، وإن شاء الله أنكم تستمتعون في يومكم هذا وخلال يومكم. إذا كنتوا تستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي فتقدرون تتابعونا على كتر تلفزيون الموحدة على جميع المنصات، وكذلك موقعنا الإلكتروني qtv.qa تقدرون تشوفون فيه البرامج والحلقات وأي شيء يطري على بالكم يعرض على تلفزيون قطر. طبعا أكيد فنوجه رسالة شكر وتحية لكل ضيوفنا اللي كانوا متواجدين معنا لهذا اليوم. ودائما مشاهدينا، نفس ما ابتدينا احنا بابتسامة، لازم أيضا نختم يومنا ونختم هذه الحلقة بابتسامة، ودائما خليكم مبتسمين وإيجابيين. والحين مع سالي اللي أقول لكم في أمان الله وبحبه.